السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك أحمد قناة جيمر جيت كارو شاب. طيبين، اليوم جايبكم لعبة نيفر وينتر، وحاعطيكم فيها شرح كيف تحضر ألعاب بشكل مجاني، بطريقة مجانية. طبعا مطلوب منكم إنك كل يوم أو كل أسبوع تخش على شي دقيقة لعيات أو شي أضغط أوبشن، راح يجيك اللي هي الستور. اوكي، هاي الكاركتر اطلع على ستور، بعدين تدخل على اول كلمة اللي هي اسمها زين ماركت، اطلع عليها راح تجيك قائمة. هذه كيف هو النظام اللي واجه موجودة في القائمة تحت هاي الصف الاربعة، كيف تحبها؟ اضغط ال1 من ال R1 بحس نفسك تحت هنا موجود، حلو. اضغط R2 مرة ثانية، مرة ثالثة برضو، مرة رابعة، راح تجيك اضغط هنا، اضغط X، بعدين X راح تستلمه. كمل عاوز مرة ثانية، كمل اطلع الوين R1، كمل R2 يجيك الدي، اضغط X، خلاص كذا تم استلامه. تمام. طبعا انا المرة الماضية قد طلع لي لبس، طلع لي الديب هذا، وطلع لي اشياء قبل كثيرة، فانا كنت حاب اتاكد منها كيف نظام الاغراض تطلع لك. شيك بشكل يومي او بشكل اسبوعي، تمام، عشان تحصل الاغراض هذه. فاتمنى اني افدتكم بهذا المقطع، ويعطيكم العافيه على المشاهده، نشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.